السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome again my dear students of second year secondary. Here is Miss Iman Daaz greeting you and wishing you all the best of luck. First of all, I wanna say ألف سلامة لمس إيمان فوزي وإن شاء الله تكون الأسبوع الجاي تحسنت وتكون معاك إن شاء الله. ألف سلامة عليك مس إيمان فوزي, ربنا إن شاء الله يرجعك لينا بالسلامة. Today inshallah we are going to discuss some translation tricks. عندنا كده النهاردة هنناقش مع بعض some translation and how to deal with this question of translation. طبعا زي ما احنا متعودين from last year or for secondary احنا عندنا two kinds of translation, translate into Arabic and translate into English. خلينا نشوف كده مع بعض. Let's start with the first type of translation اللي هي translate into Arabic. ودي بالنسبة لكم بتكون يعني much easier, أسهل شوية من translate into English. نشوف كده مع بعض. We must eliminate the corrupt because they hinder our progress and steal our resources. Here we have the word eliminate. Eliminate طبعا. Eliminate عندنا. This is a verb. Okay. And elimination. This is the noun. When we say eliminate or eliminate, we consider it to get rid of. بمعنى يتخلص من أو ينهي. يتخلص من أو ينهي. وبيجي عادة بعدها negative things. بيكون عادة شيء negative كده سلبي وأنا عايزة أتخلص منه. So eliminate بمعنى get rid of. يعني أنا لو جيت كده قلت synonym بتاعها إيه هيبقى get rid of. يتخلص من. Okay, get rid of. Elimination طبعا اللي هو النون نفسه اللي هو طبعا vanishing أو finishing something بمعنى إنهاء أو القضاء على شيء. يبقى القضاء على حاجة negative, حاجة سلبية, دي elimination. Okay. هنا كمان أنا عندي the corrupt. أنا عندي corruption. Corruption اللي هو الفساد. Okay. Corruption اللي هي the noun طبعا اللي هو الفساد. Then we have also corrupt. Corrupt بمعنى فاسد أو يفسد. دي ممكن تكون noun. Okay. Subject noun زي ما بنسميها اسم فاعل اللي هو corrupt المفسد. وممكن تكون verb بمعنى corrupt يفسد. Okay. So here this is the verb يفسد. Okay. And the corrupt طبعا لما يجي أضيف طبعا على الأدجكتيف the corrupt أو على النون the corrupt بمعنى الفاسدين أو الفساد. Okay, the corrupt. Because طبعا هنا the corrupt أقصد بها الكاتيجوري كلها أو الكلاس كلها بتاعت الناس دي. يعني أنا مثلا لما أكون عندي كلمة poor, poor اللي هي إيه؟ فقير. As you know لما اجي اقول the poor يبقى فئة الايه الفقراء كلهم. The poor class. The poor class فئة الايه الفقراء. زي بالظبط لما اقول rich و the rich. The rich اللي هي فئة الايه الاغنياء. يبقى انا لما اجي اجيب قبل الادجكتيف قبل الادجكتيف اجيب the يبقى اقصد بيها the class. The whole class اللي هي الفئة ايه كلها. كأني قلت class بالظبط. The poor class او the rich class اللي هي الايه الفئة كلها فئة واجيب الايه الصفة بعدها. So here the corrupt because they hinder our progress and steal our resources. انا عندي hinder بمعنى يعيق. Hinder هنا verb. Hinder verb بمعنى يعيق او يؤخر, يعني يعيق او يؤخر فعل شيء. Okay. Hinder بمعنى يعيق او يؤخر فعل شيء. Okay. So because they render our progress, the progress اللي هو زي ما قلنا التقدم. Progress اللي هو التقدم. And steal our resources أو resources not in صح resources اللي هي طبعا الموارد. أنا عندي resource. Okay. Resource اللي هو الايه المورد. ولما باجي طبعا أجيب اللي هو البلورال بتاعه يبقى resources اللي هي الايه الموارد. Okay. Resources. الموارد. This is S and this is C. Yes. So خلينا بقى كده نشوف مع بعض. احنا عرفنا معاني الكلمات وقلنا eliminate اللي هي يقضي على او يتخلص من. والcorrupt the corrupt اللي هي the corrupt class اللي هي فئة الايه الفاسدين دي. Because they hinder our progress لان هو بيعيقوا الايه التقدم بتاعنا. So خلينا نشوفها بقى على بعضها.
وي ماست، يجب أن نقضي على الفاسدين لأنهم يعيقون تقدمنا ويسرقون مواردنا. احنا طبعا عارفين انه in English we have we must start with a subject، لازم في الانجليش نبدا بسبجكت بفاعل. ممكن يكون السبجكت ده noun، ممكن يكون pronoun ضمير زي كده زي ده we must، ممكن يكون whatever adjective وبعديها noun، المهم يكون في بدايه الجمله at the very beginning of the sentence we have we must have a subject، لازم يكون عندنا طبعا فاعل. او مثلا في بعض الاكسبشنز، بعض الجمل مثلا اللي بتكون فيها في imperative او بنسميه order او instruction، مثلا like close the door open the window، دي الحاله دي اللي ببدا بيها بايه بفعل، اللي هو في حاله giving instruction او giving orders، اللي هي بدي instruction توجيهات او order اوامر. لكن in general in English we don't have جمله فعليه and جمله اسميه. In Arabic لا، we are free، احنا عندنا الموضوع واسع in Arabic، وممكن to start our sentence with a verb or with a noun or with an article او بحرف او كده زي على حسب صياغة الايه الجملة. The fact is when you translate try to give the Arabic spirit or English spirit when you translate، يعني لما بترجم بدي روح اللغة اللي انا بترجم ليها. So the person who is reading my translation يحس انه this is not fake او it's not fake، ليست مصطنعة وليست ايه طبعا artificial، مش طبيعي. So here احنا لما جينا نبدأ ما قلناش نحن يجب أن، لا قلنا عادي جدا يجب أن نقضي على الفاسدين because in Arabic we have طبعا جملة فعلية، يبقى أنا عادي أبدأ يجب أن نقضي، مش شرط أن أنا أبدأ بالضبط كده، هي مش scale مش ميزان كلمة وكلمة، no أنا بدي the whole meaning، بدي the whole meaning المعنى العام للجملة. طيب نشوف أكتر. Here we have the second type of translation، ده النوع الثاني من الترانسليشن، هي translate into English. We have here an Arabic sentence، عندنا هنا جملة Arabic، we wanna translate it into English. إن الأخلاق الحميدة هي ما يمنع معظم الناس من ارتكاب الأخطاء، فلا بد أن نربي الأجيال الجديدة على حسن الخلق والالتزام الداخلي. So here sometimes we meet some words that we don't have a meaning like it in English، يعني احيانا احنا بنقابل بعض الكلمات كده ملهاش ترجمه في الانجليش، هي just an Arabic form، هي يعني شكل او صياغه بالعربي. من ضمن الكلمات دي كلمه ان، كلمه ايه ان اللي هي للتاكيد دي in Arabic. اوكي سو ان هير وي ويل اوميت ات، اول ما اشوف ان دي خلاص على طول ايه بمسحها او كانها مش موجوده in translation، وببدا ادور على السبجكت تو ستارت ذا سنتنس، لاني انا بقى اللي هكتب الانجليش المره دي، فانا في الحاله دي لازم ادور على فاعل الجمله ذا كينج اوف ذا سنتنس زي ما بنسميه ذا سبجكت. سو هير ان الاخلاق الحميده، يبقى هنا الاخلاق الحميده هي الايه هي السبجكت. ان Arabic we say الأخلاق الحميدة. In English لا، أنا هشوف إيه الأدجكتيف وأبدأ بيه. أوكي؟ اللي هي الجود مورالز. جود مورالز. So here we are going to start with the good morals. The good morals اللي هي الأخلاق الحميدة أو الأخلاق طبعا الحسنة. So here is the noun and here is the adjective. This is the opposite of Arabic. ده طبعا نخلي بالنا انه ده عكس العربي. العربي بنبدا الاخلاق الحميده، ان انجلش لا بجيب الادجكتيف الاول وبعد كده النوع. ما يمنع معظم الناس طبعا من ارتكاب الاخطاء، على بعضها ارتكاب الاخطاء طبعا making mistakes. Making واعرفها كده على بعضها make mistakes. Make mistakes اللي هي ايه يرتكب الاخطاء make mistakes. اوكي okay. So here كمان يجب أن نربي، أنا عندي يربي بمعنى bring up، bring up okay. أو ممكن أقول educate نعلم أو نربي، برضو الاثنين صح. إذا أنا ما جاتش في بالي يربي يعني educate، وطبعا جاي منها education اللي هي الايه التربية، كمان عندي الverb bring up بمعنى يربي. So this one is يربي، bring up أو educate. We must know many synonyms، يجب يعني المفروض ان احنا يكون عندنا synonyms او مرادفات كده لكذا كلمة، يعني لكذا كذا كلمة لنفس المعنى to be كده able to translate، يعني مفيش حاجة توقف الترجمة. على حسن الخلق طبعا زي ما اتفقنا برضو good moral، والالتزام الداخلي ال inner، اي حاجة داخلية بسميها inner. اوكي okay. و commitment، انا عندي commit، commit بمعنى
يلتزم commitment، طبعا بعمل دبل تي وبزود ام اي ان تي، يبقى commitment اللي هو الالتزام الداخلي. again هي دي الالتزام الداخلي الانجليش عكس الاربيك. انا هنا جبت الادجكتيف الاول وبعد كده the noun. the opposite is true in Arabic. so خلينا بقى نشوفها كده على بعضها. ان الاخلاق الحميده هي ما يمنع معظم الناس من ارتكاب الاخطاء، فلا بد ان نربي الاجيال الجديده على حسن الخلق والالتزام الداخلي. كلنا عارفين طبعا generation اللي هي الجيل، جاي منها 4G اللي هي 4 generation الجيل الرابع، 5G والحاجات دي اللي احنا بنستخدمها in our daily life. So good morals are what prevent most people from، طبعا prevent بمعنى يمنع او يقي، by the way. يعني انا لو قلت مثلا جملة مشهورة جدا ان هي الوقاية خير من العلاج، يعني لو قلت preventation is better than cure اللي هي الوقاية، لو جات لي كده جملة زي دي، طبعا بما اننا بنتكلم about the pandemic و about coronavirus and so on. So here we have the famous أو the common you know idiom اللي هو المثل الشهير، الوقاية خير من العلاج. لو أنا جيت كده translated into Arabic فهقول preventation. أنا هنا عندي قلنا prevent بمعنى يمنع أو يقي، الاتنين بمعنى يمنع أو يقي من حدوث إيه فعل. preventation بزود عليها طبعا A and I O N. preventation is better than cure. Okay, preventation is better than cure. طبعا الوقاية خير من العلاج. So here prevent وطبعا بتاخد حرف جر from. لو أنا جيت قلت يمنع من prevent وبتاخد preposition طبعا from prevent so and so. from happening مثلا from، تاخد ال preposition from. so take care because you may see it in the choose question or in the translation. خلينا نشوف بقى كده our translation on the screen. we have good morals are what prevent people or most people from making mistakes. we must educate او bring up، زي ما قلنا educate او bring up الاتنين بمعنى يربي. new generations on good behavior اللي هو طبعا الحسن الخلق، good behavior او السلوك الجيد يعني، and inner commitment والالتزام الداخلي. so here this is the sentence. again translate into Arabic. the standard of living won't improve without hard work which is based on science and the planning. so here the standard of living، standard اي standard اللي هو المستوى، standard اللي هو المستوى. لما اقول standard of living اللي هو مستوى الايه living الايه المعيشة، طبعا جاية من life، life اللي هي الحياة، وlive يعيش. نخلي بالنا بقى من الحاجات اللي هي ايه sometimes كده بشوفها فانا بعمل blocking كده او ببقى get كده surprised ومش عارف اعمل ايه. فهي ببساطة خالص انا لو جات لي كلمة المعيشة شوية مش من الكلمات اللي حاضرة في ذهننا، فنخلي بالنا ان هي بسيطة خالص. انا عندي لايف اللي هي الحياة، عندي لاف اللي هي ايه فيرب طبعا بمعنى يعيش، ده طبعا ناون. لما اقول ستاندرد اوف ليفينج، ليفينج اللي هي المعيشة، اوكي earn his living، حتى بتتقال earn his living اللي هو ايه يكسب ايه قوت يومه او كده يعني، يبقى ناون اللي هي الايه المعيشة. so this is living. حتى جاي منها living room والكلام ده كله اللي احنا بنستخدمه. the standard of living اللي هو مستوى المعيشة wouldn't improve. انا عندي الverb improve بمعنى يحسن او يتحسن، improve الاتنين بتستخدم في الاتنين، improve بمعنى طبعا ده verb يحسن او يتحسن بمعنى يعني to be advanced يعني improve او develop يعني without hard work. hard work طبعا اللي هو العمل الجاد، hard احنا كلنا عارفينها اللي هي بمعنى difficult، لكن لما اقول hard work اما اوصف العمل ان هو hard work بمعنى العمل الجاد. which is based on اللي مبني على، which is based on science and planning المبني على science وال planning العلم والتخطيط طبعا. طيب في حد يقول لي مس احيانا بنشوف based on واحيانا بنشوف based on، what is the difference؟ يعني مثلا انا لو قلت our
company. لو قلت مثلا لحد بيتكلم مثلا عن his company بيقول our company اللي هي الشركة. وجينا قلنا كده which is based in مثلا Alex. اوكي okay. is very مثلا productive او famous. اوكي okay. so here based in جات لي بمعنى location. اللوكيشن بتاعها اللي اصلا اتأسست فيه Alex. يبقى لما يقول لي based in يبقى عايز بعدها place. عايز بعدها ايه؟ place. لكن لما اقول based on عايز بعدها noun اسم. based on ايه؟ اتأسست على ايه؟ based on science, based on planning, based on مثلا good morals and so on. يبقى based on مبني على او قائم على شيء عادة بيكون معنوي، لكن based on بتكون في place معين، في مكان معين. so here we have the standard of life or living want to improve. طيب انا هنا عندي بدأت بنون the standard of living، فعلى طول ممكن in Arabic اقول مستوى المعيشة لن يتحسن، او ممكن اقول لن يتحسن مستوى المعيشة على طول. okay because in Arabic we have this form، لان احنا في العربي عندنا الفورم ده، فاقدر اقول the standard of living want to improve، فاقول إن مستوى المعيشة لن يتحسن أو لن يتحسن مستوى المعيشة without طبعا بدون hard work العمل الجاد which is based on العمل الجاد المبني على science and planning العلم والتخطيط. so let's have a look on the final form. so we say here لن يتحسن. so I start here with the negative verb عادي because we have in Arabic جملة فعلية as we've said. لن يتحسن مستوى المعيشة بدون العمل الجاد القائم على أو المبني على أو المؤسس على كل دي. it's okay في الترانسليشن. once you give the right meaning طالما أنت في دومين الرايت مينينج مفيش بقى كلمة أقول لا هي دي اللي لازم تيجي وغيرها no لا because you are giving زي ما قلنا the whole meaning. the whole meaning المعنى الكامل للسنتنس. لن يتحسن مستوى المعيشة بدون العمل الجاد القائم على العلم والتخطيط. Let's move to another sentence here. الرياضة تحمي الشباب من كثير من الأمراض النفسية والاجتماعية. طبعا الرياضة زي ما احنا عارفين اللي هي sports تحمي طبعا protect. طيب حد يقول لي ايه الفرق بين protect و prevent؟ prevent بمعنى يمنع، وده يمنع شيء كويس وشيء مش كويس. اوكي لكن تحمي، تحمي عادة من شيء بيجي بعدها bad او harmful او negative. اوكي so protect protect بمعنى يحمي. also it has the pronoun from. protect ما بناخد معاها pronoun بيبقى from. protect from. so here protect اللي هي يحمي و protection protection اللي هي الحماية. okay protection اللي هي الايه الحماية. الشباب ممكن اتصرف في كلمة الشباب دي بطريقتين. ممكن اقول young people young people اللي هم الناس الصغيرين، وممكن اقول the youth كلمة مخصوص كده بمعنى الشباب. the youth اللي هو الايه الشباب. so جتت بقى نعرفها مع بعض young people و the youth. لما اشوف كلمة young people يبقى نقصد بيها طبعا الناس اللي هم الشباب، و youth برضو الشباب. الرياضة تحمي الشباب من كثير من الامراض النفسية والاجتماعية. طبعا here we are going to use disease by the end of the sentence. okay diseases اللي هي الايه الامراض. ليه؟ because here we are going to put the adjective، لان احنا هنا هنحط الادجكتيفز بتاعتها قبلها. here we have the psychological او mental، احيانا بيسموها mental اللي هو الامراض النفسيه mental diseases او psychological diseases اللي هي الايه الامراض النفسيه. وطبعا and social كلنا عارفينها social اللي هي الايه الاجتماعي. اوكي okay. and psychological mental or psychological الاثنين صح. mental diseases او psychological diseases اللي هي الامراض الايه النفسيه. so here we are going to form our sentence. نشوف الجمله. sport protects young people from a lot of psychological and او اللي هي mental برضو and social diseases الامراض النفسية والاجتماعية. so
Let's move to another sentence. خلينا نشوف جملة تانية. إن كثرة المال لا توفر بالضرورة حلولا لكل المشاكل التي نواجهها. So إن كثرة المال here comes in again. عندنا قابلنا إن تاني وقلنا إنه إن. خلاص بتبقى omitted لأن this is an Arabic form. We don't have a synonym to it in English. وما بنستخدمهاش في الإنجليش. إن كثرة المال لا توفر بالضرورة حلولا لكل المشاكل التي نواجهها. كثرة المال اللي هي مثلا too much money أو having a lot of money لا توفر يعني doesn't necessarily provide أو gives okay doesn't necessarily provide or give حلولا طبعا solutions to all problems we face أو that we face اللي احنا بنواجهها أو which we face. So here جملة بسيطة خالص لكن زي ما اتفقنا أنا بدور على السبجكت بتاع الجملة أبدأ بيه جملتنا in English. So كثرة المال اللي هي too much money أو having much money. Let's have a look. Having much money doesn't necessarily احنا عارفين اللي هي ضروري. لما أقول بالضرورة necessarily. So we will add طبعا we will change the y into i then we will add ly to get the adverb عشان اجيب الادفيرب من necessarily من necessary اللي هي الادجكتيف. Find solution هنا قلنا زي ما قلنا ممكن اقول find solutions or give solutions or provide solutions برضو خلينا نكتبها عشان to get acquainted with عشان برضو تبقى aware بيها او تبقى aware بيها when you use it in translation. So هنا عايز اقول توفر حلول so I will say ممكن اقول provide solutions أو finds تجد solution or give solutions or create solutions كل دي بمعنى يخلق حلول أو يجد حلول كل دي okay لو استخدمناه okay solutions اللي هي الايه الحلول solution طبعا حل solutions الحلول provide solutions find solutions give solutions or create solution solutions طبعا here لكل المشاكل التي نواجهها وقلناها قبل كده نواجه برضو من الحاجات اللي احنا بنقف عندها شوية مع ان هي very easy نواجه okay so here we have the word face face اللي هو وجه ده noun و also is a verb بمعنى يواجه يواجه يعني يشوفه كده في وشه okay او في وجهه so it's face so here our sentence is gonna be having much money doesn't necessarily find solutions for all the problems we face لكل المشاكل التي نواجهها. Let's complete. We have also translate into Arabic. Everyone should express their opinions freely and respect the opinions of others. طبعا this is an important issue دي مهمة جدا ethically حتى من باب الethics الأخلاق أو المورالز يعني إنه everyone should express أنا عندي express بمعنى يعبر their opinions عن رأيهم شفتوا هنا in English we have express their opinion يعبر و in Arabic قلت يعبر عن رأيه so this is not a scale هنا تاني again مش كل كلمة in English لازم أقابلها بكلمة in Arabic أو ال opposite العكس no أنا بدي ال meaning according to the language في language في الإنجليش بقول express their opinion في العربي لازم أقول يعبر عن رأيهم أو يعبر عن وجهة نظرهم لازم أجيب ال proposition اللي هو إيه عندي in Arabic so this is a matter of language هي related أو concerning the language form itself هي متعلقة باللغة لو اللغة اوكي هنا كلمة قصد كلمة بتسويها بالظبط it's okay لو انا حسيت انه لا انا غلطانة لانه here we have مثلا express their opinion and in Arabic يعبرون عن آرائهم كلمة الجملة او الصياغة مختلفة no it's okay because you are giving the general meaning in the language form في شكل اللغة don't worry خالص you're right and on the track so here their opinion freely طبعا بحرية and respect the opinions of others ويحترم آراء طبعا الآخرين. So here we have freely جاية من free بمعنى حر و free بمعنى without paying any money و free طبعا بمعنى not busy يعني كل دي حاجات أنا ممكن أستخدم فيها كلمة free يعني if I am not busy I'm free if you don't have to pay money so this is for free if
you are not مثلا connected أو you are not committed to something to do, that means you're free. So free ليها أكتر من معنى. free بمعنى حر و free بمعنى مجاني without money و free also بمعنى فاضي مش مشغول يعني. okay فاضي. So here free means not busy. Free means without no money, with no money, or without any money, without any money. وفري also معناها not committed, يعني مش مرتبط بحاجة, not committed بأي حاجة, مش مرتبط بفعل شيء يعني. Okay. So here everyone should express their opinions freely and respect the others. The opinion of others طبعا يجب على كل شخص ان هو يعبر عن آرائه بحرية وفي نفس الوقت ويحترم آراء الآخرين. So let's have a look on the translation on the screen. Everyone should express their opinions freely and respect the others, the opinions of others. يجب على الجميع ان يعبروا عن آرائهم بحرية وان يحترموا آراء الآخرين. So here we have another sentence in Arabic. We want to translate it into English. يجب أن تجرم الحكومة صيد الأنواع النادرة من الحيوانات. طبعا here we have جملة فعلية, يجب أن تجرم الحكومة صيد الأنواع. So we have here جملة فعلية and English. In English we can't have جملة فعلية. So we are looking for the subject. بدور على السبجكت اللي هو مين اللي هيجرم, مين اللي يجب عليه ان يجرم, اللي هي الحكومة. So I will start with the government. This is the subject. Should تجرم يعني ايه تجرم؟ يعني تخلي اللي يعمل this thing دي جريمة. So make it legal, make it illegal. انا عندي legal اللي هو شرعي او قانوني. If something is legal, legal that means it's شرعي او قانوني. okay but when it's illegal يبقى غير شرعي او غير قانوني, غير قانون, خارج عن القانون يعني. okay so this is illegal. نخلي بالنا لانه ما بنضيف لهاش ولا on ولا this ولا كده, ده من الحاجات اللي هي irregular. طبعا opposites اللي هي عكس بس مش منتظم زي ما احنا متعودين. احيانا بيجي العكس بضيف this او on, they comfortable uncomfortable والكلام ده كله. so here illegal to hunt rare species of animals اللي هي الانواع النادرة من الحيوانات. rare species اللي هي الانواع النادرة, rare نادر, و species اللي هي الايه الانواع of animals. so يجب ان تجرم الحكومة صيد الانواع النادرة من الحيوانات. the government should make it illegal to hunt. hunt طبعا اللي هو ايه يصطاد من الحيوانات, غير طبعا catch اللي هي بتيجي مع فش, بقول catch fish, لكن بقيه الحيوانات بس بقول على الصيد فيها hunting اللي هو الايه الصيد. to hunt rare species of animals. another sentence in Arabic and we wanna translate it into English. علينا جميعا ان نتشارك في دعم الاقتصاد المصري. so here we have علينا جميعا ان نتشارك. where is the subject? yes اللي هي we طبعا, علينا نحن يعني. okay so we are going to start the sentence with we. يبقى we should or we must all طبعا نتشارك بمعنى contribute او cooperate whatever الكلمة او to share طبعا كل دي بمعنى يتشارك في دعم الاقتصاد المصري. supporting طبعا support اللي هو الدعم, support دعم او صيانة. okay السبورت اللي هو الدعم او الصيانه. so support خلي بالنا من this verb is very important and very common يعني. support لو قلت يدعم okay او يعين مثلا. okay support بمعنى, وطبعا بمعنى لو قلت technical support اللي هي الدعم الفني. okay لو قلت مثلا بتيجي كتير قوي انه شخص مثلا بيشتغل في الدعم الفني فدي بسميها technical support اللي هو الدعم الفني. دي مش بتبقى حاضرة قوي
in our minds. technical support الدعم الفني و technical أو support بشكل عام بمعنى دعم أو تعزيز أو إعانة أو كده support. الاقتصاد المصري طبعا again we are going to use the adjective before the noun. we are going to use Egyptian then economy to support the Egyptian economy اللي هو الدعم المصري أو الاقتصاد المصري. So here we take care that we started with the subject, then the verb, then we use the correct form for describing things by adding the adjective first, then the noun that is true in English. ونخلي بالنا لما نيجي نترجمها into Arabic. So here we have علينا أن نتشارك جميع علينا جميعا أن نتشارك في دعم الاقتصاد المصري. So we all should وممكن we should all. الاثنين اوكي. حد يقول لا ده انا شايف ان الموضوع very urgent ولازم يكون في يعني قوه شويه في الالزام فممكن يقول we all must او we must all يعني على حسب according to who's the speaker يعني لو شخص كده مسؤول فبيقول we must لو شخص بيدي just advice نصيحه فبيقول we should. We all should cooperate زي ما قلنا cooperate أو contribute contribute بمعنى يشارك برضو أو يساهم to support the Egyptian economy اللي هو طبعا الدعم الاقتصاد المصري economy وجاي منها economic الاقتصادي أو كده. نخلي بالنا من الحاجات اللي هي silly mistakes الأخطاء البسيطة اللي ممكن ننقص عليها دي طبعا اللي هي مثلا for example starting the sentence with capital letter and also take care of the words that must be in capital everywhere in the sentence. خلي بالنا برضو من الكلمات اللي هي must be in capital wherever it comes في أي مكان بتيجي فيه in the sentence في الجملة سواء at the beginning, in the middle, by the end and so on. So like what? Like this Egyptian. Egyptian here is an adjective from a country أو from يعني هي وصف ل من country أو كده فإيجيبت لازم تكون capital وإيجيبشن capital. also طبعا زي ما احنا عارفين أسماء الناس people's name street names famous طبعا rivers oceans and so on كل الأسماء اللي هي الإيه المعروفة دي and the word I طبعا اللي هي كلمة I D must be capital in capital letter everywhere in the sentence. دي هي على قد ما هي بسيطة البنكتويشن دي لكن بنسميها silly mistakes وبتعمل drop للي بيكتب طبعا الترانسليشن فنخلي بالنا منها سواء في الترانسليشن أو في any piece of writing. any writing أو any piece of writing أنا بكتبها سواء كانت translation كان answering the comprehension questions سواء كانت essay and so on. So take care of the punctuation. Another sentence here, English sentence, or a sentence in English, we want to translate it into Arabic. Children are fond of listening to fictional stories for entertainment. طبعا children هم الأطفال زي ما احنا عارفين, who fond of بمعنى مغرم بي, يعني love so much, or like so much. بخلي بالي من كلمة fond, fond of, okay? وطبعا بتاخد البروبوزيشن اوف بتساوي بالظبط لايك سو ماتش لايك سو ماتش يعني بيحب شيء جدا مغرم بيه يعني لايك سو ماتش. فيكشنال جايه من فيكشن فيكشن اللي هو الايه الخيال او الشيء الغير واقعي يعني حتى في اكرونوم كده مشهور او مش اكرونوم ابريفيشن مشهور اللي هو الساي فاي ساي فاي ساي فاي اللي هو الساينس فيكشن الخيال العلمي لما نشوفها كده نبقى عارفينها ساينس فيكشن الخيال العلمي ساي فاي خلينا كده نكتبها مع بعض ساينس فيكشن الخيال العلمي اوكي الخيال العلمي ودي طبعا a kind of fiction او a kind of science طبعا معروف nowadays اللي هو الساي فاي الخيال العلمي. So here fictional جاية منها بقى الادجكتيف fictional اللي هو خيالي يعني not real يعني لما اقول fictional ازود عليها al هنا يبقى طبعا اللي هو not real او not a fact يعني مش حقيقة هو fictional متخيل made up it's made up okay it's made up احنا عارفين make up كلنا عارفين نستخدمها في للمكياج او كده بس ممكن ما يكونش معظمنا عارفه انه make up بمعنى يألف اوكي ميك اب بمعنى يالف سبيشلي اللي هو الستوريز او كده سو ميك اب ميك اب
دي من الدرايفتيفز، من المشتقات بتاعه طبعا، من المشتقات بتاعه ميك. لما بيجي بعدها طبعا بروبوزيشنز معناها بتختلف خالص. ميك اب بمعنى يالف، اوكي يالف. So here fictional stories اللي هي القصص الايه الخياليه. For entertainment كلنا عارفين entertain بمعنى يسلي، وentertainment اللي هو التسليه itself. So children او الاطفال الصغار مغرمون اللي هي fond of بالاستماع للقصص الخياليه للتسليه طبعا، للتسليه. So here we have for only the letter L here. حرف اللام هنا هو اللي بيقابل كلمة A for عشان السبب، اوكي للتسلية. So let's move to another sentence. We should be grateful to those who do us favor. جملة very short لكن هنقف عندها شوية. We should be grateful. انا عندي grateful اللي هو grateful بمعنى يعني حاسس بالجميل يعني، او شاكر او كده للشيء اللي اتعمل. So we should be grateful، وجاي منها gratitude اللي هو العرفان بالجميل. Yes gratitude to those who do us favor. Favor بمعنى معروف او خير يعني. Favor وجاية ممكن منها favorite اللي هي المفضل، وطبعا favor فضل برضو، اوكي عشان حتى تربطوها في المينينج. Favor لما اقول favor وقف يبقى فضل، favorite مفضل، اوكي. So we should be grateful، يجب أن نكون ممتنين للناس اللي هم بيصنعوا لينا معروفا. That's all our time allows for today. Thank you so much. إن شاء الله الحلقة الجاية تكون معكم Miss إيمان فوزي. I enjoyed this episode with you. I hope you find it helpful for you. Thank you so much. Here is Miss إيمان Diaz greeting you and goodbye.